وللحديث أكثر عن استراتيجية المؤسسة الخيرة الملكية معنا عبر الهاتف أمين عام المؤسسة الدكتور مصطفى السيد. ما هو تعليقكم على إشادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بالجهود الكبيرة التي بذلت من أجل إنجاح عمل المؤسسة الخيرية الملكية وتوصيلها للعالمية، وإشادة جلالته بالاستراتيجية الخمسية الجديدة للمؤسسة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني أنا أتكلم معكم، وأنا الآن أمامي أيتام المؤسسة في جزر أمواج بأحد البرامج الرائعة من رسم كراتيه عشاء تكريم من أحد الفنادق الكبيرة. أشكر جلالة الملك، وأنا أشوف عيالي أمامي كأنهم عيال، يعني كم أميرات أمراء في اللبس والشكل والثقة. نقدر إشادة سيدي جلالة الملك ببرامج ومشاريع المؤسسة وبالاستراتيجية الخمس سنوات القادمة اللي تصب بالاستراتيجية العشرينية لرفع مستوى الأرامل والأيتام في البحرين. وإحنا نطبق رؤى سيدي جلالة الملك وتوجيهات سمو الشيخ ناصر لتوفير الحياة الكريمة لأبنائنا في المستقبل، ليس فقط من ناحية المعيشة والصحة والتربية، بس أيضا حتى نضمن مستقبلهم من ناحية المادية والاقتصادية. ما هي دكتور أهم ملامح وخطط الاستراتيجية الخمسية الجديدة للمؤسسة الخيرية الملكية؟ الملامح عبارة عن استراتيجية شاملة تحظى بدعم جلالة الملك برعاية من سمو رئيس الوزراء، مؤازرة سمو ولي العهد، ومتابعة شخصية وحضور من سمو الشيخ ناصر والحكومة الموقرة وأهل البحرين الكرام. الملامح الأساسية تعتمد إلى ثلاث أطر. أول شيء من ناحية ضمان مستقبل عيالنا بعد 20 سنة من الآن، إضافة إلى رعايتهم من ناحية المعيشة والصحة وكل الأمور اللي حنسوي حق عيالنا في المجال العادي، أيضا نضمن مستقبلهم بعد 20 سنة. وعندنا ثلاث مجالات. أول شيء مجال استثماري ببناء مشاريع استثمارية لهم، عقار، مباني مثل ما ماشيين فيه لتوفير المبالغ. أيضا يكون عندنا مبلغ من النقد، ما أبغى أقول المبلغ الآن، تنسيق مع سمو الشيخ ناصر بالهدف اللي بنوصله بعد 20 سنة إن شاء الله. وأيضا يكون عندنا أسهم في شركات قوية مثل عقارات السيف أو شركات إحنا نأسسها بمساهمة من القطاع الخاص حتى نضمن مستقبل عيالنا. نظرتنا احنا شمولية بحيث نتبع نظرية اسمها موسيت، اي نظرة شاملة للتغيير الاستراتيجي، وهي من ناحية النظام. من ناحية القوة نعتمد على العنصر البشري، بحيث الشيخ ناصر دائما يحفزنا على تشجيع اللي يعملون معنا واللي نتعامل معاهم على الابداع وتشجيع الناس على المثابرة والحياة، واليتم شيء يعني مر بس الحياة أمامنا أيضا جميلة. وأيضا ضمن سياستنا في تقوية العنصر البشري واستراتيجياتنا اللي تعتمد على أساسا على تدريب الموظفين في جميع المجالات، توفير الموارد، رعاية الموظفين وكل الخدمات اللي نقدمها، وتدريبهم لتقديم أفضل الخدمات، لأن الأيتام هم أبناء سيدي جلالة الملك. إضافة إلى هاي دائما نحرص أن الطاقة اللي عندنا منبثقة من الإبداع وتحفيز وثقافة مؤسسية تشجع على يعني تمسك بهالخصال مع جوهر العمل المؤسسي اللي يعتمد على الأخلاق والمعاملة الطيبة مع الناس والعدالة وعدم التمييز وكل الأمور، الأشياء المبادئ اللي حثنا على ديننا الإسلامي الحديث.
الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية، شكرا لك.